بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي لمقامهم ومقامه، وسلام على أحباب رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبارك الله لكم وبكم وعليكم وحولكم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مدرسة للأخلاق ومدرسة للخلق ومدرسة للمكارم ولكل الكمالات الإنسانية في تجليات الروح الربانية على الذات الآدمية بأسرار وأنوار من بسط الله جل في علاه، فقد كمل الله ذاته وجمل صفاته وقال عنه في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق المحمدي العظيم تجلى في كل أفعاله وأقواله وأحواله، فهو رحمة مهداة، والرحمة مكملة بالأخلاق كرما وسخاء ومروءة وشجاعة وصدقا وإقداما وإخلاصا ووفاء وتواضعا، وقل ما شئت من كتاب الأخلاق في رباني سرها وفي محمدي تجليها. فقد تجلت عليه الصفات والأسماء من سر الله جل في علاه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يتمم ذلك فقط بهديه وقوله، بل بما جلاه من أخلاقه ومن ذاته وأفعاله. لم يكن يقول كلاما يأتي عكسه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنما كان يطبق أولا ثم يحدث ويعلم ويبسط ويشرح في مشاهد حياة سيدنا رسول الله الكثير مما يتعلمه الدارس والباحث في مبحث الأخلاق المحمدية. هي أخلاق كاملة من ذات كاملة، وعلينا أن نستلهم منها ونتعلم منها ونأخذ عنها قبسات وأنوار تصلح أخلاقنا. ذلك أن الأخلاق هي التي تبني الحضارات وتحفظ الأمم، وإذا أساءت إلى الأخلاق مملكة فابكي عليها فقد قامت نواعيها. وكما قال الإمام علي عليه السلام: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. والأخلاق بين الجبلي والمكتسب، وبين ما يطور بالتربية، وبين ما يكون بالدربة، وما يكون بالتثقيف، وما يكون بالصقل، وما يكون بالتهذيب، وما يكون بتطهير النفس من لوثاتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بتزكية من الله جل في علاه، قد أفلح من تزكى، والله يزكي سبحانه وتعالى من يشاء. ولذلك هذه التزكية وهذه المقامات السلوكية التي يندرج فيها علم العرفان وعلوم التصوف وعلوم التزكية وعلوم السلوك وسبل الوصول وكذلك منهاج الصراط المستقيم، كل ذلك تحقيقه وتطبيقه ومصداقه في الشخصية المحمدية، في الذات المحمدية، في الخلق المحمدي الكامل والذي تجلى كماله على الأقرب فالأقرب. فكانت السيدة الزهراء مجلا عظيما لأخلاق سيدنا رسول الله، وكان سيدنا الإمام علي مجلا عظيما أيضا للأخلاق المحمدية، وكذلك كان السبطان الحسن والحسين وخلصوا وكملوا أصحابه الذين أخذوا من سره وأخلاقه وكمال ذاته، وأشرقت البوارق وتجلت الحقائق والرقائق والدقائق بذلك المجد المحمدي الذي أصله رباني وتجليه إنساني ونفحه قرآني ومدده إيماني. ذلك سيدنا رسول الله، وعليه ندعو أنفسنا وندعوكم جميعا إلى الاقتداء والاهتداء. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحسن وهذه الأسوة
أن نتبعها بخير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد والحمد لله رب العالمين.